إيلي كوهين. ولد في الإسكندرية عام 24 و900 ألف، والتي هاجر إليها أحد أجداده. عام 44 و900 ألف انضم إلى منظمة شباب اليهودي الصهيوني في الإسكندرية، وأخذ يدعو لهجرة اليهود المصريين إلى فلسطين. قبل أن يهاجر إلى فلسطين المحتلة، عمل تحت قيادة كبار الجواسيس الإسرائيليين. عام 55 و900 ألف غادر مصر والتحق بالوحدة 131 في جهاز الموساد، ثم أعيد إلى مصر واعتقلته المخابرات المصرية مع بدء العدوان الثلاثي على مصر في تشرين الأول عام 56 و900 ألف. بعد الإفراج عنه هاجر إلى فلسطين المحتلة عام 57 و900 ألف، حيث عمل محاسباً وانقطعت صلته بالموساد، ثم ما لبثت أن استؤنفت عندما عمل مترجماً في وزارة الحرب الإسرائيلية. رأت المخابرات الإسرائيلية في كوهين مشروع جاسوس جيداً، فتم إعداده في البداية للعمل في مصر، ثم عدلت الخطة ورأوا أن أفضل مكان لنشاطه التجسسي هو دمشق. رتبت المخابرات الإسرائيلية قصة ملفقة يبدو فيها كوهين سورياً مسلماً يحمل اسم كامل أمين ثابت، الذي هاجر إلى الأرجنتين وعمل بتجارة الأقمشة. تم تدريبه على كيفية استخدام أجهزة الإرسال والاستقبال اللاسلكي والكتابة بالحبر السري، كما درس في الوقت نفسه كل أخبار سوريا وحفظ أسماء رجالها السياسيين والبارزين في عالم الاقتصاد والتجارة، مع تعليمه القرآن وتعاليم الدين الإسلامي. عام 62 و900 ألف دخل دمشق وبدأ بإقامة شبكة واسعة من العلاقات المهمة، وكانت كل المعلومات التي يحصل عليها تصل إلى إسرائيل، ومعها قوائم بأسماء وتحركات الضباط السوريين بين مختلف المواقع والوحدات. بعد 4 سنوات من العمل في دمشق تم الكشف عن كوهين وقبض عليه وأعدم في ساحة المرجى وسط دمشق في 18 من أيار عام 65 و900 ألف.